العيلة هي أساس المجتمع، وإذا هالأساس ما كان متين ومتماسك ما فيك تبني وطن. الإنسان بيخزن القيم والمبادئ والتربية الوطنية من عائلته الصغيرة، وبينطلق طينخرط بالمجتمع ويساهم ببناء العيلة الكبيرة اللي هي الوطن. أنا خلقت وكبرت بعيلة ربتنا على حب ضيعتي عمشيد ومنطقتي جبيل، وهيك مكمل مع زوجتي رانيا وولادي نجيب وتاليا، لأني مؤمن بالدور المهم للعيلة اللبنانية ببناء وطني لبنان.